السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ السنة الثالثة، أقدم لكم طريقة حول يعني كيفية ربما الدرس الأول اختصار للدروس الأولى، طريقة مريم وطريقة أيمن. أولا مثلا أعطوني عدد 85 زائد 12 وقال لي استعمل طريقة أيمن، طلب مني أن أستعمل طريقة أيمن. طريقة أيمن في الكتاب هي طريقة التفكيك 85 زائد 12. شو هي زائد تلاميذ؟ نفكوا يا إما الرقم الأول يا إما الرقم الثاني. إحنا نكتب هذا الرقم كما 85، فكوا هذا الرقم زائد 12 ماذا تساوي؟ 10 زائد 2. نعدو نكتبو هذا الرقم كيما هو، 85 زائد 12 ماذا يساوي؟ 85 زائد 10 ماذا يساوي؟ 85 زائد 10 يساوي 95 زائد 2. إذا 85 زائد 12 تساوي 95 زائد 2 تساوي 97. هذا استعملنا طريقة أيمن. الآن نستعملو طريقة مريم، وربما هو في المواضع يقول لك اكمل باستعمال نموذج ويعطيك هنايا فقط، يعطيك زائد 2، يعطيك ثلاث مجاميع كيما في الطرف الثاني المساواه، ويكتب لك زائد 2 ويقول لك اكمل. الان عندنا 85 زائد 12 نفس العدد يساوي نستعمل طريقة مريم. مريم فكت الرقم الاول والثاني، 85 فكوه يساوي 80 زائد 5 زائد 12 ماذا يساوي؟ 10 زائد 2. إذا 85 زائد 12 يساوي 80 زائد 10، نجمعو المتشابهين، 80 زائد 10 يساوي 90 زائد 5 زائد 2 يساوي 7. إذا ماذا يساوي؟ 90 زائد 7 يساوي 97. كان هذا بالنسبة لطريقة أيمن وطريقة مريم، يعني طريقة مختصرة وبسيطة. طريقة الشريط العددي، طريقة الشريط العددي في وهي في ربما في الطرح. في الطرح مثلا أعطوا لي عدد أي عدد 63 ناقص 27. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، أولا نرسم الشريط العددي هكذا، نرسم هذا الشريط العددي، نوضح الشريط العددي هكذا، نعين عليه العدد الأول 63، 63 27 معناتها رانا نقصو، شحال نقصو؟ نقصو في بداية الأمر 20 ناقص 20. 63 ناقص 20 ماذا تساوي؟ الوحدة تبقى كما هو، 6 ناقص 2 كم تساوي؟ 6 ناقص 2 تساوي 4، زيدو نقصو منو 7 ناقص 7. قبيلة نقصنا من العشرة ضروف نقصوا الواحدة، 43 ناقص 7 استعملوا يعني قدر تستعمل خشيبات فقط، 43 ناقص 7 تساوي 36. نفس هذه الطريقة، هذه نفس هذه الطريقة هي هذه 73، 63 ناقص 27 ماذا تساوي أعزائي؟ 63 ناقص 20 ناقص 7. تخيلوا معي كان عندي يعني 20 قطعة طاشور، بعته في اليوم الأول، أو عفوا كانت عندي 63 قطعة طاشور، بعته في اليوم الأول 20 وفي اليوم الثاني بعت 7، مجموع ما بعته هو 27، معناتها نقصت 20 ومن بعد زدت نقصت 7، وتساوي 63 ناقص 20 سهلة تساوي 43 ناقص 7 أنزله كما هو يساوي 43 ناقص 7 تساوي
وتليفون. بعد قليل نلتقي وتتمة المراجعة.